الطبخ مش مقادير وكم مكون على بعض واقلب، الطبخ نفس وإحساس وتكات مدروسة. بيقولوا المعنى في بطن الشاعر، لكن المعنى الحقيقي في وصفة الشيف. لما نقول على الست بتعرف تطبخ ولا أجدعها شيف، مش بننبهر لأن ده العادي والطبيعي، لكن لما الراجل بيعرف يطبخ ده اللي غريب شوية. ولكن مع وجود الشيفات الرجالة الموضوع بقى بجد. تمام، وبتعرف تطبخ قد ايه؟ يا سعدك يا هناك يا اللي هتتجوزي راجل عنده سنس الطبخ واللمسات الحلوه فيه، هتعوزي ايه اكتر من كده؟ الغريب بقى ان الفنانين طلع عندهم مواهب في الطبخ كمان. طب ما تيجوا نعرف مين الفنان اللي محترف في الطبخ مش في الفن بس، ما هو اصل الشاطر بيكون شاطر في كل حاجه، ولا ايه؟ انا ايونس، تعالوا اقول لكم كل حاجه في الفيديو ده. الإنسان من صغره مع مرور الوقت بيكون جواه مواهب أو حبه الحاجات بتعمل منه شخص واعي ومسؤول ومعتمد على نفسه، وأحياناً الظروف والعيشة لوحدها بتخليه يطلع المواهب دي كلها. ما هو خلي بالك، رشة التوابل وماسكة السكينة وتقطيعة الخضار ده سنس ومش بالساهل. تفتكر ليه بنقول فلان نفسه حلو في الأكل؟ ده ريحة طشة الملوخية بتاعته تجيب آخر الشارع، ولا تفتكروا إيه؟ حقيقة فاجئنا لما عرفنا إن في نجوم ونجوم تقيلة قوي سواء في الزمن الجميل أو الأجيال دلوقتي بيحبوا الطبخ وبيساعدوا في البيت. أمال رجالاتنا مالهم؟ لا بجد مالهم، ما تقولولي. هنبدأ مثلا بالفنان الكاريزما. كاريزمة ايه وخفة دم مفيش بعد كده، قرب لقلوبنا يا سلام. لا وقرب اكتر واكتر لما عرفنا واكتشفنا موهبته في الطبخ، هو شريف منير. شريف منير اتعرف في الوسط الفني بالطباخ الشاطر، محدش يقدر يقول على كلامه او اكله تلت التلاتة كام. شريف دايما بيشارك جمهوره على الانستجرام بوصفات لاكلات من عمايل ايده، وكمان بيطلع كام لايف كده علشان محدش يشكك في قدراته. اخرها نشر الفنان شريف منير صورة ليه على الانستجرام وهو بيعمل البيض الاومليت، وكتب في وصفة على الصورة انه بنته فريدة وكاميليا بيحبوا البيض الاومليت مع الشاي بلبن، ومين ما يحبش الميكس الجميل ده، وقرر انه يعمله بنفسه. شريف منير برضو عنده تكات وحركات في عمايل طبق البيض بالبسطرمة، ما هو برضو الطبق المفضل ليه على الفطار. مش بس كده، ده كمان بيحلي بكنافة بالقشطة اللي برضو بيعملها بنفسه، ومش في رمضان وبس. هتقولولي بيض، هو ايه الازمة في البيض؟ بص يا سيدي، الحقيقة انه عمل وصفات من اللي بتتسرق قبل ما تتطبخ، مش فزورة. لا ده شريف منير عمل كفتة الرز واظن مفيش حد ما سرقهاش من ورا امه وهي لسه بتحمرها وحطيتها كده على السفرة. ساعتها قال للجمهور على طريقتها زي ما والدته كانت بتعملها. الحقيقة ان شريف منير صرح في اكتر من حوار انه بيحب ان هو يطبخ جدا جدا، وتعلم كتير من الوصفات اللي والدته كانت بتعملها، وده لانه كان بيساعدها دايما وفي نفس الوقت بقت هوايته، وقال مفيش حد دق من ايده حاجه الا وقال عليه طباخ شاطر. مش بس بيطبخ، لا كمان مش بيبهدل المطبخ ويخرج منه ويسيبه نظيف خالص، مش بس طبخه وخلاص. الحقيقه انه قال كمان انه بيغسل المواعين. الراجل برضو اللي بيطبخ وبينظف وراه ده رزق برضو يا جماعة. كمان الفنان عماد حمدي، تخيلوا كان طباخ شاطر جدا ما يبانش عليه خاصة من أدواره الرسمية في كتير من أعماله، ولكن اتضح العكس. عماد حمدي كان بيعشق الطبخ جدا، حتى ان المقربين منه كانوا بيعتبروه طباخ ماهر، ومن اشهى الاكلات اللي كان بيطبخها المكرونه بالبشاميل والكفته. انا كمان بعمل مكرونه بالبشاميل حلوه. في يوم من الايام وقف التصوير بسبب سؤال سهير رمزي ليه عن طريقه اعداد الفته المصري والسر وراء نجاحها، فقال لها اداء التفاصيل وازاي تعملها ولا كانها اجدع طباخه. اما الفنان الدنجوان فتى احلام كل البنات زمان، هو حقيقي دلوقتي مش هتصدق هو مين، احمد رمزي. كان بيحب يساعد زوجته جدا في المطبخ، خاصه في تقطيع الخضار وتجهيز الاكلات، ما هو ده فنه يا جماعه، مش اي كلام وخلاص. كمان الفنان محمود ذوالفقار ظهر في صوره ليه بمريله المطبخ، وزي ما يكون كده بياخد راي مراته مريم فخر الدين في الاكل اللي طبخه، ما هو كان لسه على النار يعني هيسيبه عن داره مش هيدوقه لمراته. في حاجه خدنا منها وهو بيطبخ بالبدله. طب هو ليه بيطبخ بالبدله؟ ولا ده عشان الترند زمان يعني وكده؟ ولا بجد لابس الكرافتة ليه وهو قدام البوتاجاز؟ ليه؟ الفنان ده بقى دايما متصدر الترند بمشاكل وقضايا وتصريحات غريبة جدا، وفي فترة كده اتصدر الترند وهو بيطبخ، اه والله، والكل اتفاجئ بشطارته في المطبخ، وهو الفنان احمد الفيشاوي. قال ان هو من عشاق المطبخ ودايما بينشر على صفحته على انستجرام صور للاطباق اللي بيعملها، وبيدي المتابعين نصايح كمان علشان يطبخوا اطباق لذيذه زي ما هو ما بيعملها. اما بقى الفنان اللي فشل ذريع حقيقي وهو كتر خيره ان حاول يعني الفتره اياها بتاعت خليك في البيت، احنا عارفينها طبعا،
هو أحمد حلمي اللي قرر في يوم إنه يعمل سد الحنك، والحقيقة لحق نفسه ورماه في الزبالة قبل ما منى تشم الخبر أو تشم الريحة، يعني مش متأكدة كده، وكانت الدنيا هتبوظ يعني. لكن منى ردت في التعليق وقالت له: هو أنت بتطبخ في الليفينج ولا إيه؟ يا ستار يا رب، أنا كنت فين في اللحظة دي واللي زي حلمي كتير حوالينا ولا إيه؟ سامعاكي يا اللي بتقولي حصر عليا، سامعاكي كويس جدا. طبعا اللي زي احمد حلمي ودخل المطبخ وما تحملش يقعد فيه لحظات كان الفنان احمد حاتم، ووجه التحيه لكل اللي بيدخلوا المطبخ ويحضروا اكل، وانه حاول لكن ما استحملش. الحقيقه ان الجيل الجديد من الرجاله، خلينا نقول كده، ان في بعض منهم وبرضه رجاله بتعرف تطبخ من باب الهوايه والترفيه، لكن مضطرين، خاصه لو عايشين لوحدهم مش هيقضوها دليفري يعني طول الشهر، ده هيخلصوا فلوسهم. شاركونا في التعليقات رايكم ايه في دخول الرجاله المطبخ، خاصة إن وجودهم في المطبخ أحياناً بيقلب وبيعمل طوارئ. هل طبخ وطعم الأكلات اللي بتطبخه الستات أحسن من الرجالة ولا إيه يا ستات؟ شاركونا في التعليقات.